القائد الأسبق للقوات اللبنانية فؤاد أبو نادر تعليقا على تحرك بكركي: أتمنى على رئيس الجمهورية الدعوة إلى طاولة حوار للدفع باتجاه مؤتمر دولي. لو كان البنوكي بعد واقف على إجرائيه والاقتصاد مزدهر وحزب الله سلاحه مضبضب، ما عم يروح يدندل لبنان بحروب خارجية، وما في عنا مليونين لاجئ سوري وفلسطيني بلبنان، وبذات الوقت ما كان صار انفجار تبع البور، وما كان راح القتلى والجرحى، ولحد يتلق بعدنا ما بنعرف كيف صارت هالأمور هيدي. وصلنا أكثر تقريبا من 6-7 أشهر بلا حكومة. إذا البطرك ما كان حكي هالحكي هيدا لو كان البلد بألف خير. تيكون وصل غبطة البطرك يقول انه نحن بدنا نروح على مؤتمر دولي، وتنجي بعدين نرجع نثبت وجود لبنان ونرجع نحصن لبنان بقضية الحياد تبع لبنان، هو لان نحن وصلنا على شفير الهاوية. لازم كان البطرك يتحرك. مش هيك، انا عندي هون تمني على فخامة الرئيس انه يتلقف هالشي اللي صار اليوم ببكركي بصدر كتير رحب وبذات الوقت بإيجابية، ويطلع يقول لكل شركائنا بالوطن انه الشيء اللي صار اليوم ببكركي، وهذا الرأي اللي عم يحكي غبطة البطرك منه بس رأي مروني او مسيحي، بل في السنة، بل في شيعي دروز ماشيين بهالفكرة هيدي وحاسين انه عم بيتلقطوا بخشبة حتى نقدر ننقذ لبنان كلنا سوا. تمني لفخامة الرئيس انه يدعي لطاولة حوار مبنية على هالبند تحديدا. نحنا بدنا نروح على مؤتمر دولي لان نحنا منا قادرين نحل مشاكلنا لحالنا، ومشان هيك منكون نحنا حقيقة عم نحط لبنان على الطريق الصحيح حتى ننقذ هالبلد وننقذ هالشعب.